بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن واحد من الأخوة طلبني في باش نوريه كيفاش هو الفرق بين الميكانيك وبين الإلكترونيك في الـ في الـ في الميكانيك. عندنا هدايا موتور إلكترونيك وعندنا هدايا موتور ميكانيك. بالنسبة للموتور الميكانيك هو يلزم يلزم اكسلاتير كيما هكا بالكابل، هذا يسمى موتور ميكانيك ماهوش الكترونيك ولا انجكتيرات تلقاه نورمال، يعني انجكتير يعني العادي اللي هو مش الكترونيك ما فيش فيشه، هذوما انجكتيرات نورمال تسمى. هذا مثلا موتور مازدا، مثلا موتور مازدا مازوت تلقى هذا اكسلاتير هنا ديما بالكابل، هذا بالكابل، وتلقى الانجكتير كلهم نورمال، هذا في المازوت. هذا مثلا ميكانيك. نجيو للالكترونيك، الالكترونيك هنا هذا يسمى الالكترونيك الترومبا تلقاها بالفيشه بالمانو، هي ترومبا الفيشه بالمانو، فيشات بالمانو وما تلقاش فيها بلاستيك سيلاتر، ورغم اللي تلقى هنا الانجكتور نورمال ماهوش بالفيشات، فما دي موديل، فما تلقاه نورمال فما تلقاه فيه فيشه، هذايا الترومبا هنا بالفيشه والانجكتور نورمال. مثلا هنا في الجولف، في الجولف تروا هذا ميكانيك، هذا بالكابل شوفوا هذا يسمى ميكانيك، هذا بالكابل. معنا في الجولف كات ترومبا الكترونيك بالخيط، يعني تكسيري بالالكترونيك مش هذه البيدال نتاعو من داخل الالكترونيك، تلقى الاكسيلاتر نتاعو الاغلبية هنا في البابيون، احيانا فما نوع هكا البابيون فما نوع لا، فهمتم؟ هذا الاكسيلاتر ترومبا، هذه اكسلاتير نورمال مثلا، هذا موتور بيجو مثلا كيف هذا اكسلاتير، اكسلاتير نورمال هذا في بيجو مثلا تلقى اكسلاتير نورمال بالكابل، هذا يسمى اكسلاتير ميكانيك، هذا يسمى ميكانيك مش الكترونيك، هذا في المازوت. هذا في الفورد هذا كيف كيف تلقى اكسلاتير من الكابل ميكانيك، هذا تلقى هكا هذا يسموه ميكانيك. هذا مثلا في ال في لامبوان نيف في اللاجونة ولا في الميغان تلقى ترومبا كومون راي الكترونيك يسموها، هذه حاجة. نجو تو في ليسونس، في ليسونس عندنا هذا مثلا الفورد هذا اكسلاتير بالكابل، هذا اكسلاتير ميكانيك سم، هذا في الفورد مثلا، هذا مثلا في السامبول ولا في في الكليو كور بابيون الكترونيك، هذا يسمى الكترونيك مش ميكانيك اكسلاتير. هذا الفرق اللي هو بين الاكسلاتير الميكانيك، هذا مثلا موتور الكليو الاولى ميكانيك مثلا، ها وريت اكسلاتير بالكابل سما ميكانيك، هذا اكسلاتير ميكانيك. هذا موتور سمارت، هذا مثلا ترومبا الكترونيك اسمه الكاب الكور بابيون الكترونيك، هذا يسمى الكترونيك اسمه سمارت. هذا فيه طبعا يعني ما يعرفوش، هذا موتور سمارت هاك الكهرباء الصغيرة ديك المرسيدس الصغيرة، فيه 6 بوجي اللي ما يعرفوش لازم يعرف، فيه 3 بوجيات منه 3 بوجيات منه، فيه 6 بوجيات الموتور هذه الماركة هذه. تما ساعات الإنسان ينسى وما يعرفش يبدا كان 3 بوجيات المقابلين وهذوما، هو لا فما 3 بوجيات أخرين مغاد، هذا الكترونيك تسمى. هذا الموديل هذا سيمي الكترونيك، الموديل هذا سيمي الكترونيك اللي هو تلقى انجكتير هنا الواحد وتلقى اكسلاتير بالكابل، خاطر ما فيش انجكتيرات، هذا سيمي انجكتيون نسموه سيمي الكترونيك مش ميكانيك، يعني نص ميكانيك ونص الكترونيك. هذا في الهوندا مثلا هذا مكان بالكابل، هذا اكسلاتير بالكابل هذا يسمى ميكانيك. هذا كيف كيف زاد في في نيسان اريس هذاك بالكابل زاد، ها بالكابل هذا تسمى نص يعني ميكانيك بالنسبه للكور بابيون ميكانيك. هذا في ليسونس، هذا مثلا في المازوت تيربو، هذا ار 21 مازوت تيربو هذا ميكانيك تسمى، هذا ميكانيك مش الكترونيك. هذا يمشي 407 يمشي 406 استغفر الله يمشي 405 و 306 هذا يسمى ميكانيك مازوت.
هذا موتور فورد، هذا يسمى الكترونيك، هذا يسمى كومون راي، هذا موتور فورد، هذا موتور اسمه 407 وسيكات، هذا اتش دي يمشي الكترونيك، هذا موتور فالزافيرا كيف كيف يمشي الكترونيك. هذا مثلا موتور مرسيدس، كان قبل اول ما خرجوهم خرجوهم من الاكسيون بالدوزور اكسيلاتر نورمال، هذا ما يعني ما يعني بالدوزور يسموه، هذا دوزور كانوا فيها كاتر انجكتور وبالدوزور يمشيو، هذا كان يسمى قبل دوزور. هذا موتور 206 ولا بارتنر، كل يمشي هذا كيف كيف اكسيلاتر ميكانيك، كل بابيون ميكانيك مش الكترونيك. هذه زاد البي ام 46 كيف كيف كور بابيون ميكانيك بالكابل، سما هذا ميكانيك مش الكترونيك. هذو من الحاجات اللي هم يعني انساني لازم يعرفهم، يجيو يعني كلهم نجم يشبهوا بعضهم، لكن الانسان ما يجيش فرق ما بينهم لما يكون عنده صنعه يعرفها.